في جورج بوش إنه يعتقد أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، غير أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط عاجلة لشن هجوم عليه. وقال بوش في مؤتمر مشترك مع الرئيس المكسيكي فينتينتي فوكس إن التحرك ضد الرئيس العراقي صدام حسين سيأتي بعد التشاور مع الأصدقاء والحلفاء. وبخصوص اللقاء المرتقب بين نائبه ديك تشيني والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قال بوش إن ذلك مرهون بتنفيذ عرفات للشروط المطلوبة منه، وإن تشيني ينتظر تقييم أنتوني زيني المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط للموقفين الفلسطيني والإسرائيلي. ومعي من بغداد مراسلنا ديار العمري. ديار، كيف استقبلت بغداد الموقف المتجدد للرئيس الأمريكي؟ طبعا العراق يعني ينظر بجدية إلى التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي حيال قيام الولايات المتحدة بمحاولة تغيير نظام الحكم أو محاولة استهداف العراق. على الرغم أن هذه التهديدات هي ليست تهديدات جديدة، وأن الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية تطلق هذه التهديدات منذ فترة طويلة، خصوصا أنها تزايدت بعد أحداث 11 من سبتمبر، إلا أن العراق بدأ في الآونة الأخيرة يحاول أن يعني يلعب اللعبة بشكل أكثر جدية وبشكل صحيح. هي محاولة كسب تأييد المواقف العربية الرسمية حيال أي تهديد أو حيال أي تصريح يطلقه الرئيس الأمريكي. في الآونة الأخيرة العراق أرسل عديد من المبعوثين إلى الدول العربية، ويبدو أنه حصل على تأييد رسمي إضافة إلى التأييد الشعبي في عدم السماح للولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. ديار، الرئيس بوش قال بأنه سوف يتعامل مع الرئيس العراقي صدام حسين بالطريقة المناسبة، ولكن بعد أن يتشاور مع جيران العراق. وأنت تحدثت عن مبعوثي العراق إلى الدول العربية، ما الذي يقصده بوش بنظر بغداد بالتعامل المناسب مع الرئيس العراقي صدام حسين؟ يبدو أن الولايات المتحدة تحاول يعني أن تنتظر نتيجة اللقاء المرتقب بين العراق وبين مجلس الأمن والأمين العام للجامع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. طبعا العراق طرح عدة تساؤلات حول عودة المفتشين، من ضمن هذه التساؤلات هو الجدول الزمني وهوية وجنسية المفتشين الذين سيدخلون إلى العراق من جديد، إضافة إلى المطالبة بالتعويضات. العراق طالب يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتعويضات من جراء قصف الطائرات الأمريكية والبريطانية لبعض مناطق شمال وجنوب العراق. كذلك شرعية أو مطالبة الولايات المتحدة بمحاولة تغيير نظام الحكم في العراق. أعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول أن تنتظر إلى ربما ما بعد قمة بيروت، وربما أيضا ما بعد الاجتماع الذي سيعقد قريبا بين الأمين العام للأمم المتحدة وبين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري. إلى حد هذه اللحظة لا يوجد شيء جديد، وربما الولايات المتحدة سوف لن تقوم بأي عمل قد يثير نقمة الشارع العربي وقد يثير تساؤلات من بعض المسؤولين والرؤساء العرب. لحد هذه اللحظة تحاول أن تجد الأرضية المناسبة للقيام بعمل عسكري. ديار، عن هذه الورقة التي بعث بها العراق إلى الأمم المتحدة، هناك من يقول بأنها لم تكن شروطا عراقية كما هو مألوف بقدر ما كانت أسئلة توضيحية. هل يعتبر هذا ليونة في الموقف العراقي؟ طبعا ليست لحد هذه اللحظة يعني لا توجد ليونة في الموقف العراقي. هناك تساؤلات يثيرها الموقف الرسمي العراقي حول المدة الزمنية التي ستستغرق عملية التفتيش. أنت تعرف طبعا أن عمليات التفتيش استغرقت سنوات طويلة، وكانت هناك في خلالها تخللها الكثير من الأزمات والكثير من المشاكل بين اللجنة الخاصة وبين العراق. حدثت أيضا ضربات عسكرية أثناء وجود بعض من المفتشين، وكما حدث عام 98 عندما قام فريق المفتشين الدوليين بالخروج من العراق، الأمر الذي مهد إلى ضربة عسكرية في اليوم الذي خرج به. لذلك العراق يحاول أن يستفسر عن سبب وجود هؤلاء المفتشين من جديد. هناك رأي رسمي عراقي يقول أن هؤلاء المفتشين إذا عادوا إلى العراق
هي محاولة لتجديد معلوماتهم من أجل الاستهداف أكثر للمواقع العراقية. طبعا من حق العراق الذي يدخل في حوار مع الأمم المتحدة أن يطالب بعدة تساؤلات، ومن أيضا من على الولاية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك اللجنة الخاصة الجديدة أن تقوم بالرد على هذه التساؤلات. ديار العمري كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.